قالت جماعة تريال السويسرية لحقوق الإنسان إن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار اعتقل وجرى استجوابه في سويسرا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها البلاد على المتشددين في الجزائر. وأضافت في بيان على موقعها على الإنترنت أن اللواء المتقاعد الذي عاد إلى الجزائر كان قد اعتقل في جنيف وتم استجوابه من قبل الادعاء. وكانت جماعات لحقوق الإنسان اتهمت نزار بالتحريض على التعذيب والقتل وغيرها من التصرفات غير الإنسانية. نعود مرة أخرى إلى اعتقال واستجواب وزير الدفاع الجزائري الأسبق في سويسرا. وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الجزائر الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيلس. سيدة سعيدة، أهلا وسهلا بك. لماذا اعتقال خالد بن نزار الآن وبعد سنوات طويلة من خروجه من منصبه؟ الكل يتساءل، الكل يطرح هذا السؤال، وخاصة المواطنين والمواطنات الديمقراطيين والديمقراطيات اللي صمدوا للإرهاب. يعني نتساءل ونتفاجأ اللي من سويسرا اللي تعتبر بلد يعني محايد، يعتبر بلد يحترم حقوق الإنسان، تتقلب الآية ويصبح الناس اللي بالأمس خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن قوانين الجزائرية وعن تعميق الديمقراطية في الجزائر وعن الديمقراطية يصبحوا هما إرهابيين، والإرهابيين الحقيقيين اللي ملطخة بالدماء تصبح ضحايا. يعني يلزم نعرف، يلزم المشاهد الكريم يعرف من وراء هذه القضية. كردادي، من هو كردادي ومن وراء كردادي؟ من وراء كردادي فيه منظمة تدعي أنها تدافع عن عدم المعاقبة، متكونة من طرف من؟ متكونة من طرف إرهابيين، منهم رشيد مسلي اللي معروف كان مستشار قانوني نتاع الفيس وكان يتعامل مع الإرهابيين وشارك في عمليات إرهابية، وهو مطلوب من طرف العدالة الجزائرية ويعني حاكمه، وفيه أمر بالقبض دولي عن طريق الانتربول من سنة 1994 وعنده إيواء سياسي. والمؤسسة هذه غير الحكومية اللي وراء القضية اللي دفعت بالسيد هذا اللي هو إرهابي معروف في الأربعة كردادي معروف، شكون فيها؟ فيها إرهابيين مؤسسي. طيب فقط سيدة سعيدة، أنت تقولين الآن بأن خالد نزار اسمح لي في هذه النقطة بالذات. أنا سأكمل معك الحوار، ما زال لدينا وقت للحوار سيدتي الكريمة، ولكن السؤال هنا، أنت باختصار في كلامك ترين بأن خالد نزار ليس مكانه السجن وإنما أشخاص آخرين هم من حركوا تلك الدعوة ضده. طبعا خالد نزار هو ممثل مؤسسة عسكرية اللي بفضلها انقذنا الجزائر. لولا هذه المؤسسة ولو هذا القرار الشجاع، قرار سياسي لإنقاذ الجزائر، توقيف المسار الانتخابي في 92، لا كانت الجزائر اليوم أفغانستان ثانية أو صومالي ثاني. هذه هي الحقيقة، والدليل على ذلك هذه المجموعة متاع الفيدا اللي متكونة من مؤسسي هذا المنظمة اللي قدمت الشكوى بسيد خالد نزار. الفيدا كان مكلف باغتيال الأمخاخ الجزائرية، النخبة الجزائرية، وعندنا أدلة مع الأسف المرحوم يعني فيه بوسبسي، فيه يعني مفكرين، فيه جامعيين، وهم كانت مهمتهم اغتيال الأمخاخ والنخبة الجزائرية. طيب. يعني نرجع كي تشوف من وراء القضية تفهم هدف القضية ولماذا في الوقت هذا بالذات. الناس هذم رفضوا باش يساندوا ميثاق السلم والمصالحة، وبودهم يضربوا استقرار الجزائر، بودهم يضربوا هذه الطمأنينة اللي بدأت تسود، والحمد لله جينا نضم في جراحنا، عشنا مأساة بسببهم. طيب. مأساة عميقة. سعيدة بن حبليس الوزيرة السابقة في الجزائر، شكرا جزيلا لك.